السلام عليكم ورحمة الله، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وفي امان الله وفي صحة جيدة كيف ديما. ومرحبا بكم في عالمنا اللي هو عالم نوالي الوصفات. اليوم بغيت نحضر معكم واحد الكرواسون اللي كتجي ساهلة مهلة وهي المعتمدة وغتولي معتمدة عندكم حتى نتوما، كتجي زوينة وسهلة وتيبغيوها الوليدات وفي متناول الجميع، يعني بمكونات اقتصادية. اول حاجة كنحتاجوا لهذه الوصفة، هو كلشي غنخدموه هنا قدامكم. اول حاجة كنحتاجوا في هذه الوصفة كنديروا كاس ديال الماء دافي، كنديروا 4 المعالق ديال الزيت، عفوا 5 المعالق ديال الزيت نباتية، ما فيها بس نزيدو هاد الشويه. غادي نديرو هنا حساب معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وهنا عندي 5 المعالق ديال السنيده، غادي ناخذ هاد المعلقه وغادي ناخذ اصفر بيضه، غناخذ عفوا ابيض بيضه، وغنحيد الاصفر، غناخذ غير ابيض فقط. صافي، وغنطرب هاد الشيء مزيان حتى نكمل هادشي عاد غادي ندير المعلقة. غنديرها في الصفر ديال البيضة، غادي نطرب مزيان، غادي ندير خميره وحده من وزن 7 غرام ولا معلقه صغيره ديال الخميره اللي عندها خميره ديال العبار، صافي. وغندير شويه الملح مع فانيليا، غادي نطرب مزيان. غادي ندير كاس ديال الفورس، الكاس الاول، غنطرب مزيان وغنخلي هذا الشيء حتى شويه يخمى، وغادي نرجع باش نكمل البقيه ديال الطحين اللي باقا. عندنا 4 ولا 5 ديال الكؤوس على حسب النوعيه ديال الطحين اللي عندكم. غادي نغطيها وغنخليها شويه حتى تتخمر شويه، صافي. وغادي بحال كتفاعل، صافي. وغنعاودو نرجعو باش نكملو الطحين اللي باقي لينا. ها رجعت معكم بعد ما تفاعلت لي العجين ديالي، كنزيد كاس اخر من الماء دافي، مع القليل من الخل، كنطرب هذا الشيء وكنبدا كنضيف في الطحين بشويه بشويه. حنا دابا زدنا الكاس الثاني باش نعرفوا الكاس اللي عندنا، الكاس الثالث، والكاس الرابع، صافي. 4 الكيسان اللي درت دابا، غادي نخلط هذا الخليط، وراه مازال غادي تخصني الطحين، خصوني 6 الكؤوس بالنسبه لهاد الطحين اللي عندي. انا عندي 6 كؤوس وكاين اللي كيدير غير 5 ديال الكؤوس. غادي نجمع هذا العجين ديالي مزيان حتى كيتماسك، تيكون ما هو منخوف ما هو مطلوق، كيكون ما كيلتصقش باليدين،
غادي نزيد معايا الطحين وغادي نخدم بيديا، غنحيد هاد الضراب وغادي نخدم بيديا. وبالنسبه للاخوات اللي عندهم العجانه راه كيديروا العجين ديالي، هي هبطت من هذاك الجبانيه فاش عجنتها ودلكتها مزيان، وما نتوما كما كتشوفوا صافي راه دلكتها مزيان. كناخذ واحد جوج القطع ديال الجبن، اي نوع من الجبن عندك، وكندخلهم في العجين هكا، كندلك بهم هذا العجين حتى كيدخلوا لي في العجين بحال هذا الشكل. هذا كيعطيو واحد لوغو زوينه. وهاد الكرواسان كيف ما قلت لكم راه ممكن ديروها حتى مالحه بمناسبه الشهر ديال رمضان اللي جاي ان شاء الله. الناس الاكثريه تيبغيو شي حاجه مالحه، ممكن تديروا النص ديال هاد الكرواسان مالح والنص حلو، يعني تديروا النص كيف ما غادي نوريكم كنعمروه بالشوكولات، والنص الاخر كنعمروه هكا بسوسيس او شويه ديال الكفته مع الفلفله والبصله او باش ما بغينا نعمروه. المهم كنعجن العجينه ديالي بهذه الطريقه، كندير شويه ديال الطحين فاش كندلكها، وكنرجعها لهذه الجبانيه عندي كنخليها تخمر، كنخليها تخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها. وغادي نعاودو نتلاقاو باش غادي نشكلوا هذه العجينه. ها انتما كما كتشوفوا صافي ها هي بدات كتجمع. صافي دابا غادي نخليها تخمر، بعد ما دخلت فيها داك القطع ديال الجبن غادي نخليها تخمر، كنرجعها هكا الجبانيه ديالي كنخليها تخمر، وغادي نخليها تخمر ونعاودو نتلاقاو باش غادي نشكلوا العجينه ديالي. هانا رجعت معكم بعد ما خمرت لي العجينه ديالي تقريبا نص ساعه حتى ساعه الا ربع باش كتخمر. ها هي راه ضاعف لي الحجم ديالها، غادي نهبطها هكا فوق الرخامة باش غادي نقادها. غادي ندير اولا شويه ديال الفورس، غادي نحاول نزلها كامله غادي نقص شويه ديال الفورس من هنا حتى غادي نعاود نخدم به. وهنايا غادي نقص المكويرات هاد العجينه ديالي يكونوا متساويين، واحد جوج ثلاثه صافي بهذا الشكل. هذا كنكون 8 ديال الكرات، غادي نقص شويه في هادو اللي جاتني كبيره، غنحاول نديرهم مقادين وغادي نجمعهم هكا على شكل هكا دواوة. صافي غادي نديرهم في البلاط هكا، غادي نحاول نشوف لي كبيره غادي نزيد في هاد الصغيره باش يجيوني الكويرات مقادين. وماشي مشكل واخا تجي شويه وحده على وحده، ماشي مشكل. نجيب عندي هاد الكرات على هنا، كيفما شفتو العجينه راه زوينه متتلصقش باليد. صافي بهاد الطريقه حتى كنكمل الكويرات كاملين. من بعد ما تخويا شويه غادي نبداو نوقفو وحده بوحده. بسم الله طريقه كنديرو الطحين باش نوقفو.
العجينه بعد ما درتها واحد 5 دقائق في الثلاجه حتى شدت راسها وديك الزبده شدت لينا في العجينه. غادي دابا نطلقها هكا قدامكم تشوفوها باش غادي ان شاء الله نشكلوها. ضروري غادي نفرج شويه ديال الطحين. ضروري من الطحين من الفوق ومن التحت وغادي نهبطوا عليها هكا غير بشويه باش ما تخرجش لينا ديك الزبيده. بحال هكا غادي نطلقوها وغنعاودوا نرجعوا نكملوا. صافي وكنجيبوا دابا الشوكولاته وكنديروه هكا في الحواف ديال هاد العجينه بحال هاد الشكل هذا. اي شوكولات عندك ولا اللي بغا دير الكريم باتيسيير ولا كل وحده الحشو اللي تتبغي تحشي بيه الكرواسه ديالها راه تتخدم به بهذه الطريقه. هذا غادي ندير لكم هكا جوج ولا وحيده باش تشوفوا الطريقه. وغادي كنجيو هنا وكنخرجوا هادو. شوفوا راه كتجي واقف مورقه. صافي وكندور الكرواسه ديالنا بهذه الطريقه هذه. ها انتم كما كتشوفوا صافي وكنحطوها. كنزيد معكم وحده اخرى نزيد فيها شويه الشوكولاط. صافي وغادي ندير لها هكا هاد الحواف فوق كنجيبهم. صافي وكندور راه كتجي محلوله وزوينه. صافي بهذا الشكل هذا غادي نكمل الكرواسه ديالي بهذا الشكل هذا وغادي نعاودو نطلقها. غادي نخليها عفوا غنخليها تخمر. ها انتم كما كتشوفوا غادي نجيب لها ندير لها هكا وغادي نخليها تخمر واحد 10 ديال الدقائق. ومن بعد غادي نسخن الفران غادي ندهنها بشويه ديال البيض مع الحليب وغادي نسخن الفران غنديرها لتحت وغنخليها حتى تطيب من التحت مزيان. صافي ونطلع الفوق ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشوفو كيف الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. ها هي الكرواسه ديالنا من بعد ما طابت. هي باقا سخونه ما قديتش السلاطه كتجي زوينه وكتجي محمره. قلنا كيف ما كنقولوا كيف ما شديت الطريقه كنخليها كتخمر قلنا نص ساعه. وكان ملي كتخمر كندهنها بشويه ديال البيض والحليب معلقه كبيره ديال الحليب مع صفر ديال البيضه وكندهنها مزيان. صافي وكنسخن الفران وكنطيبها من التحت ومن الفوق. راه عاده كنشعل الفران شوفوا راه باقا سخونه ولكن غنحل معكم شي وحيده. راه كتجي زوينه وكتجي مورقه وكتجي هائله. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما فيها باس تجربوها الوليدات راه كتجي زوينه وهائله. وبصحتكم وراحتكم وشكرا للمشتركين الجدد اللي اشتركوا معنا. الف شكر لكم وشكرا للمشتركين اللي معنا دائما. ومرحبا بكم مره اخرى في عالمنا اللي هو عالمنا وللوصفات. والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.